أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد ومحطة جديدة مكان يا مكان في هذه الرحلة لمواكبة كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر اللي غادي تنطلق يوم 21 من يونيو القادم. في هذا العدد غادي نتوقفوا عند نسخة العام 84 الدورة 14 اللي تنظمت في الكوت ديفوار لأول مرة، الدورة اللي في المرة الثانية على التوالي غيب عليها المنتخب الوطني المغربي بعد ما غاب على الدورة اللي قبل ليبيا. الدورة 14 عرفت حضور أقوى المنتخبات الإفريقية. ضيفنا في هذا العدد ماشي لاعب كرة قدم، ماشي مدرب، بل الزميل الصحفي الحسين حياني أحد قيدومي الإعلام الرياضي بالمغرب. نفتحوا هذه الرحلة ديالنا هذا العدد اليوم كان يا مكان بفقرة فلاش باك. تتوالى النسخ ويتوالى غياب المنتخب المغربي على كأس إفريقيا للأمم، كأس إفريقيا 84 اللي تنظمها كوت ديفوار، وعلى الرغم من امتياز الاستقبال لم يتمكن الفيل من استغلال عامل الأرض والجمهور وفوضوا أمر اللقاء النهائي لمنتخبين شرسين نيجيريا والكاميرون، حيث عاد الفوز لهذا الأخير اللي أضاع فرصة احتضان التظاهرة سنة 72 ليعود بقوة بعد 12 سنة ويسجل فوز كاسح 3-1 على رفاق أوديغيامي. وكان المنتخب الكاميروني حينها يعيش أزهى فتراته بعد أن استفاق من سباته وقدم للكرة الإفريقية نجوم من العيار الثقيل أمثال أبيغا توكوتو، وهي أسماء شقت طريقها في درب الاحتراف بعد أن داست قبل هذا الموعد منتخب مغربي في معركة القنيطرة بهدفين دون رد. هاد الدورة 84 عرفت إذن حضور أبرز المنتخبات الإفريقية بتواجد منتخب غانا، مصر، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، واللي كانوا إلى جانب منتخبات مالاوي والطوغو اللي كانوا مفاجأة ديال هاد البطولة بعد ما ضمنوا التأهل ديالهم. طبيعة الحال منتخب الكوت ديفوار المستضيف في الدورة حامل اللقب منتخب غانا عجز على بلوغ الدور النصف النهائي وفقد اللقب في نهاية المطاف، اللقب اللي كان لصالح المنتخب ديال الأسود غير المروضة منتخب الكاميرون واللي فاز على نيجيريا 3-1 وتوج بذلك بأول لقب ليه في كأس أمم إفريقيا. وصلنا الآن لفقرة ضيف هذا العدد. ضيفنا اليوم هو زميل صحفي أحد قيدومي الإعلام الرياضي بالمغرب الحسين الحياني اللي عايش عدد من دورات أمم إفريقيا. شهادة ديال الحسين الحياني. لاعب جمال عبد الناصر الله يرحمه دور كبير في تأسيس هذا الاتحاد الإفريقي. علاش؟ لأنه هو جاب أفكار ديالو إيديولوجيين أو سياسيين هذيك مسائل أخرى، ولكنه بغى الإشعاع الإفريقي يكون عنده ويدخل ليه بأبواب مفتوحة، فشجع الناس ديالو ديال الكرة باش يديروا الاتحاد الإفريقي. داروا إثيوبي وسوداني ومصري. احنا إهمالا منا أو تغافلا أو هروبا من وجهة نظر قوام الناس ديال الكرة، كلمة ديال قوام الناس، اهملنا هاد الشيء هذا وأدينا الثمن ديالو غالية. تونس دخلت الكونفدرالية في 60، حنا ما دخلنا لها حتى 66، حتى 66 هذا دخلنا لإفريقيا، حتى تمشينا لكأس العالم عاد ولينا كنعرفوا شنو كتسوى إفريقيا. أنا نقولها لي باختصار، أولا كان عندنا رئيس قوي هو المرحوم عثمان السليماني الله يرحمه، كان بحال القجع، حتى هو كادر المالية، كان كاتب عام ديال وزارة المالية، كان رجل مستقيم، رجل عنده الكرسي كيعمل، كان رجل عنده الكلمة، كان رجل عنده مصداقية مع الجميع، لا مع الصحافة ولا مع المسيرين ولا مع تما. كان عندنا واحد الناخب اللي هو لعب الكرة واللي هو جدي لأنه عسكري، اسمه المهدي بن المجدوب. المهدي بن المجدوب هو كان مدافع وكيعرف بأن الكرة الإفريقية، وكون يلقى يلعب 11 لعاب كلهم مدافعين، كلهم كيهرسوا كيكلخوا كي دا غير اللاعبية الانتحاريين، بابا، الشريف، العربي، الزهراوي، المهدي.
اللي دينا كأس إفريقيا بدأت الصراعات على صعيد المكتب الجامعي. فهاد الصراعات هذه ما كانش كتخلي المكتب الجامعي يستمر واحد المدة باش يطبق البرنامج ديالو ولا المشروع ديالو ولا الاختيارات ديالو. هذا بقات كتنتقل الكرة من جهة لجهة. هاد حل الجامعة شنو ترتب عليه؟ ترتب عليه أن الكرة تعطات لواحد اللجنة وطنية فيها سبعة الوزراء وجوج ديال الضباط. اش شنو وقع؟ الكرة عطاوها للشبيبة والرياضة. الشبيبة الرياضة دارت فيها واحد الموظف، لا هو كويري ولا كيعرف الكرة ولا كيعرف يسير. هاد الموظف دارها كمرفق من مرافق ديال وزارة الشبيبة والرياضة، واللي دارها السي عبد اللطيف، واللي قالها السي عبد اللطيف السملالي هي اللي كتكون كانت في القانون ولا غير القانون، كان هو مرجع القرار. الجيل ديال 88 اللي لعبنا هنايا، اللي لعبنا هنا في الحقيقة، أن الضغط ديال الجمهور على المنتخب هو اللي جعلهم يخسروا هذيك الكأس وتديها الكاميرون على ما أظن، ياك الكاميرون. فمن أحسن الفترات هي ديك الفترة، كانوا فيها لعيبية بيضاوة بالخصوص، كانوا مزيانين. هي دائما كيتعلق الأمر بالمنتخب، صعيب عليك تقول هذا المنتخب كان مزيان ولا لا، كان ظروف. عندنا حظوظ جوج مرات، المرة الأولى لأنهم كيحسبوا لنا ألف حساب، وتلعب مع واحد كيخاف منك أحسن ما تلعب واحد أنت كتخاف منه، وهذه هذا مكسب. بعدا أولا أن اللاعبية اللي جبناهم كانوا مترددين باش يعطيو المنتخب الوطني كل شيء، ما بقاوش مترددين ولاو كينزلوا اللي عندهم كينزلوا وغيمكن ينزلوا أكثر. ثالثا أنهم هما اللي غيطلعوا في السوق ولا اللي غينزلوا، ماشي الكرة المغربية، راه هما راه كاين اللي غادي يمشي كيسوى مليار، اللي غيمشي لتما غادي يخرج ب 20 مليار ولا 30 مليار بحال زياش. هكذا نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من كان يا مكان. في العدد القادم من برنامجنا نتوقفوا على النسخة ديال العام 86 اللي تنظمت في مصر وعرفت عودة المنتخب المغربي للمشاركة من جديد بعد الغياب عن دورتين متتاليتين، وضيفنا يعتبر من بين أفضل اللاعبين المغاربة على مر التاريخ، أحد الأسماء اللي كانت ضمن المنتخب اللي شارك في أمم إفريقيا بمصر 86. الأمر يتعلق بالنجم عزيز بودربالة. كيفاش كان ظهور المنتخب في هذه الدورة؟ شنو وقع خلالها؟ الجواب يجيكم غدا في كان يا مكان على قناة ميديان تي في. إلى اللقاء.